والآن وقفة مع أخبار المال والأعمال وأميرنا إيهاب. شكرا لكما سحر ودينا، والآن جولة اقتصادية جديدة محليا وعالميا. كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى تركيا إلى 4 مليارات دولار خلال عام 2022 مقابل 3 مليارات دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 32.3%. وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن قيمة الواردات المصرية من تركيا بلغت 3.72 مليار دولار خلال عام 2022. وأشار جهاز الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وتركيا لتصل إلى 7.7 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 6.7 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 14%. توصلت بالقاهرة فعاليات الدورة الرابعة للملتقى السنوي لسلاسل الإمداد واللوجستيات الذي يقام بمشاركة أكثر من 50 شركة بمختلف القطاعات اللوجستية من مصانع وخطوط ملاحية وجوية وشركات شحن. في دورته الرابعة انطلقت فعاليات الملتقى السنوي لسلاسل الإمداد واللوجستيات والذي يقام تحت رعاية المعونة البريطانية ومنظمة العمل الدولية بمشاركة أكثر من 50 شركة بمختلف القطاعات اللوجستية من مصانع وخطوط ملاحية وجوية وشركات شحن ومخازن ومواني، بالإضافة إلى حضور أكثر من 3000 مشارك ونحو 200 متحدث. المؤتمر ده عمل السنة الرابعة، والهدف الأساسي منه إن احنا نجمع كل ما له علاقة بمجال اللوجستيات وسلاسل الإمداد والناس اللي بتصنع والناس اللي بتستورد والناس اللي بتصدر في مكان واحد. الإيفنت بيتكلم على جمع لمجتمع اللوجستيات وسلاسل الإمداد، ناس من الصناعة، ناس من مختلف الشركات في مجالات مختلفة، سواء كان في مقدمين الخدمة شركات طرف ثالث رابع، بنتكلم على شركات شحن نقل. على مدار يومين يناقش الملتقى عددا من الموضوعات كالتحول الرقمي في الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد والوقود البديل، بجانب التوظيف وسلسلة التوريد عبر الوظائف واستراتيجيات البحث عن الوظائف، إلى جانب مناقشات أخرى عن إدارة التحديات اللوجستية العالمية. المؤتمر فرصة ممتازة لتبادل الخبرات بالخدمات اللوجستية، ونتكلم عن مشاكل والتحديات اللي بتواجهنا في الصناعات اللوجستية. أنا شايفة الصامت حلوة جدا والإيفنت كويس جدا، اللي احنا بقينا نهتم بالحاجات بتاعت اللوجيستكس والسلاسل التوريد والشحن واللوجستيات، ومبسوطة جدا ان مصر بقت مهتمة بدور التكنولوجيا عامة في الشحن واللوجستيات. في فايب مش طبيعية من طلبة مهتمة بالمجال من كل خلفيات او من كل الباك جراوندز بتاعت حاجات تكنيكال او مش تكنيكال، في اهتمام كبير جدا للموضوع. كل سنه بنحضر هنا بنعمل نتوركينج كويس قوي، بنشوف الناس البروفيشنالز، بنتعرف على الترندز الجديده اللي بتحصل في المجال والسبلاي تشين. انا شايفه السنه دي سكسسفل جدا بصراحه. مؤتمر قمه سلاسل الامداد واللوجستيات يعد اول قمه متخصصه لسلاسل التوريد في مصر والشرق الاوسط، ويجمع المهتمين والمتخصصين في هذا المجال بهدف تقديم محتوى تعليمي وتوفير فرص عمل للخريجين، بالإضافة إلى تغطية أهم التطورات المستقبلية مع التركيز على التوظيف والابتكار وريادة الأعمال. في أسواق البترول العالمية تراجعت أسعار النفط، إذ دفعت مخاوف بشأن القطاع المصرفي الخامين القياسيين لتسجيل أكبر خسائرهما الأسبوعية في شهور، وانخفضت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة 2.3% إلى 72.97 دولار للبرميل، كما خسر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 2.4% ليستقر عند 66.74 دولار. وفي المقابل صعدت أسعار المازوت عالميا بنسبة 19% لتصل إلى 2.54 دولار للتر، وانخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 7% لتسجل 2.34 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
خسرت بورصة قطر أكثر من 47 مليار ريال من قيمتها السوقية في 5 جلسات متتالية، وذلك من تداولات الأسبوع الثالث لشهر مارس الجاري، ما ساهم في انخفاض إجمالي القيمة السوقية بنسبة 7.6% وصولاً إلى 571 مليار ريال وفقاً لبيانات رسمية. كما فقد المؤشر العام لبورصة قطر الأسبوع الماضي أكثر من 826 نقطة من رصيده، وسجل تراجعاً بنسبة 7.7% ليغلق عند مستوى 9910 نقطة، وهو المستوى الأدنى منذ نوفمبر من عام 2020. وتأثرت بورصة قطر بموجة البيع التي قادتها المؤسسات الأجنبية على خلفية المخاوف من انهيار بنك سيليكون فالي الأمريكي وتعثر بنوك أخرى. رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها للنمو العالمي خلال عام 2023 إلى 2.6% بعد أن كانت تتوقع نمواً بنسبة تقدر ب 2.2% فقط في نوفمبر الماضي. أما بالنسبة للتضخم فتوقعت منظمة التعاون الاقتصادي أن يتراجع في العديد من البلدان ليصل إلى 5.9% في مجموعة العشرين بدلاً من 6% في التوقعات السابقة، لكنها في المقابل رفعت توقعاتها لنمو التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار السلع المتقلبة مثل الطاقة والغذاء إلى 4% في الاقتصادات المتقدمة لمجموعة العشرين، وذلك مقابل 3.8% في التوقعات السابقة. انتهت جولتنا الاقتصادية، والعودة إليكم مرة أخرى سحر ودينا. شكرا لك مرنا إيهاب.